أشياء، كلام أستاذ نمعاه، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، نعم، ولأن اللاعب الليبي بحاجة إلى من يغوص في أعماقه لاستخراج ما يملكه من طاقات. فالمدرب الأجنبي والكبرياء والغرور الموجود لدى المدربين سواء العرب أو الأجانب وعدم إتقانهم لكيفية التعامل مع اللاعب الليبي هي التي من شأنها أن تقلص مردود اللاعب الليبي. اللاعب الليبي دعني أغوص في أعماق المهنة أكثر حتى نتحدث عن ما يتطلبه. التدريب يتطلب إعداد بدني، مداومة، مقاومة، قوة، سرعة، رشاقة، مرونة، من زيدان إلى أبسط لاعب. في الجانب المهاري الفني عناصر اللياقة البدنية تمريرة طويلة، تمريرة قصية، استقبال، لعب بالرأس، القوة في القذف، الدقة في القذف، تحرك بكرة بدون كرة، هذه جوانب فنية، جوانب تكتيكية، استيعاب، تركيز، تمركز، استراتيجية، مراقبة، تخلص من مراقبة، استعمال الحيل الكروية، الفطنة، الذكاء، سرعة رد الفعل. هذا في جانب تكتيكي. في جانب نفسي اجتماعي عاطفي، شعور بالمسؤولية، وهذا ما ينقص. العلاقة بالزميل، بالخصم، بالحكم، بقائد الفريق، بالجمهور، بالإعلام إلى غير ذلك. فأنا وضع ملف متكامل، دراسة نفسية، تقرير عن الرياضي، بطاقة فنية، تقييم في كل فصل، تقييم. أعطيني مدرب أجنبي حسب ما قال أستاذ عبد الرؤوف، من مدرب الفريق الوطني إلى أبسط مدرب. ترك ملفا فنيا للرياضي، ليس ملف إداري. من دراسة نفسية، من تقرير شامل إلى غير ذلك. ملف كروي. يعني. ملف كروي. محض. حتى لما نجي أنا كمدرب ونستلم فريق، ما نجيش نسأل الإداري هذا وشنو، أعطيني مجموعتك، ولما نقول لك هذا أعطيني ملفه من أجل متابعة العمل الذي قام به الزميل. يعني أنت تترك لغيرك ما يكمل المسيرة. يعني. بكل تأكيد. وهذا ما ينقص، سواء على مستوى الفئات الشبانية أو على الكبار. أعطيني تقرير مقابلة للموسم الماضي نقرأ من أجل الوقوف على مردود اللاعبين خلال المباريات في الموسم الماضي. ما نلقاش. خلنا ناخذ الاتصالات في قبل ما يقطع الخط. نعم مساء الخير. مساء الخير. نعم مساء الخير. مساء الخير استاذ رمضان. مرحبتين أسامة، تفضل يا أسامة. بارك الله فيك استاذ رمضان. اول حاجه نمسي على ضيوفك الكرام. باختصار يا أسامة، باختصار شديد يعني نشكر القناه دي اللي قاعده تبث برامج كويسه وقاعده لكن انا عندي ملاحظه بخصوص المدرب الوطني. نعم. قبل ان نتكلم عن المدرب الوطني، المدرب الوطني تخصص الشخصيه، يعني لما يجي للنادي ويتفاهم مع امور النادي تخصص الشخصيه ويوقع لكل شيء ويبدا بعدين يلزوه كي وخلاص. لكن المدرب الوطني ضروري هو اللي يدير الشخصيه دي نفسه. نعم. يعني شفنا المدرب الاستاذ الكبير محمد لاعب ما شاء الله، وشفنا قديش يعني على مرار الكره الليبيه المدرب الوطني هو المشكله، هو اللي سبب المشكله نفسه. يعني ضروري يوقع عقد محترم مع النادي ولا ما يدربش. طيب هذه ملاحظه واضحه. ملاحظه واضحه. المدرب الاجنبي، المدرب الاجنبي صراحه في بعض الانديه اللي عنده مشاركات خارجيه المدرب الوطني تنقص بعض الخبره، لكن المدرب الاجنبي في المشاركات الخارجيه المفروض يكون مدرب على كفاءات عاليه، المفروض يكون تصنيفه في الاتحاد الدولي معروف، المفروض عنده سي في معروفه، المفروض مدرب عنده جازات، لكن مش كل من يجي. تو شفنا عند مدربين يعني بدون ذكر اسماء، مدربين من تونس الشقيقه الحقيقه ما لهمش خبره في مدربين اللي فينا افضل منهم وقاعدين يدربوا في الانديه وما فيش من يحاسب فيهم. يعني في النهايه بكره 4 أسابيع 5 أسابيع وياخذ مستحقاته ويمشي، بينما المدرب الوطني لو يخسر 3 مباريات 4 مباريات تقوم القيام. طيب واضح واضح يا اسامه. ما يدربش وهذا يدربش، واتمنى ان التوفيق لكم. واضح اسامه، شكرا لك. شكرا لاسامه. تفضل استاذ. اتحدث عن قضيه الشخصيه الذي تحدث عنها الاخ. الشخصيه، شخصيه المدرب كما قلت هي شخصيه متكامله، لكل انسان شخصيته المستقله، لكن في المجمل ان لا تكن لينا حتى تعصر ولا تكن صلبا حتى تكسر. في التعامل مع الرياضي يجب ان تكون هناك شعرة معاوية، لو كان بيني وبينهم شعرة ما انقطعت، اذا هم رخوها جذبتها واذا جذبوها رخوتها. محمد. نعم. ما يعني كلمة الشخصية في اي مداخلة لا يقصد به شخصية الفرد العادي، يقصد به شخصية فرد المدرب لمعطيات واسس واصول التدريب الرياضي. كويس. فقط. يعني كيف انت تكون عندك شخصية تفرض النمط او الحصة التدريبية بالشكل اللي يملي عليك العلم التدريب الرياضي. دار مثل محمد العايب قال لا بدون ذكر اسماء، هو دار يقدر كل المدربين. محمد العايب قال اشتغل بدون ما يدير عقد.
فالإدارة هل هذا خطأ لا مش شخصية هذا مدرب وطني مدرب وطني عنده حب العمل يرغب في أن يساهم ولكن حتى المدرب ما يكونش يعني يرتكب خطأ أنه ما يتعاقدش مع نادي وبعدين تصبح الأمور يعني ما عندهش حق احنا قلنا هي الناس تختلف على بعضها وفي في عده حاجات انا ما نقدرش نقول نقدر كل المدربين الوطنيين حقيقه يعني في مدرب وطني يشتغل بي كلام الحق يعني بكل صراحه في غير تقول له تعال جي يجري فرحان هو مش بيدرب يسمع بيك انت تحولت في المجال التدريب يعني مش انا لما تقول لي المدرب الوطني ما عنده شخصيه جمدنا كنا هو دول لو يقولوا البعض ماشي الحال لكن دول اللي يتكلم اي واحد يتكلم يقول لك مدرب الوطني ما عنده شخصيه مدرب الوطني ما عندهش نفوذ لاش كيف ما عندهش في ناس عندها شخصيه في ناس ماشيه برنامج في ناس مسيطره على الانديه وكلمتهم ما زي ما نقولوا ما تطيحش لطاب بحكم عابي على مجهوده وعلى عمله انا الاول حاجه نطلبها ما تنفذليش نروح خاطر نعرف راح نصيب من هنا نحصل عمل ثاني صارت مواقف صيبت عده مرات في اي نادي في نادي الشط يعني تركت نادي الشط انت لين ما وفرلكش امكانيات في او ما اعطوكش مستحقاتك الماليه في 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 فتره ما اعطونيش مستحقاتي الماليه ما وفرلوليش امكانيات بالرغم من الامكانيات الماليه بالنسبه لي انا مستحقاتي الماليه اخر شيء ندور انا زي ما قال لك الاستاذ انا على خاطر نحب اللعبه وعشقي لعبه كره القدم وعشقي التدريب انا طيب. لغايه ما نموت وانا بعون الله هيك ان شاء الله طول العمر على رجلي وانا ان شاء الله طول العمر طول العمر طول العمر يا استاذ من مواطن ضعف المرء طيبته فلا تكن طيبا الا بمقدار احيانا طيبه تولي ضعف هذا ما لاحظته ولذلك ارى ان من الظلم الحديث عن شخصيه المدرب لانه هو داخل موقع يبحث عن النجاح فهو ربما بتواضعه بطيبته قد يستغل إلا أن المفروض أن إذا أنت أوكلت أمرك إلى طبيب فيجب أن تترك له هو حرية التشخيص ووصف الدواء للأسف أن بعض مديري الأندية أو رؤساء الأندية يحاول أن يلعب دور المرشد للمدرب إذن هنا تبقى قضية فعلا أن إذا كان من صلاحياتي أني أنا المدرب المسؤول الأول عن النتيجة مهما كانت سلبا أو إيجاب فيجب أن أتحمل المسؤولية وإذا كانت الظروف غير مواتية للعمل فسوف لن أعمل كما قال الأستاذ هذا ما يجب أن يكون طيب نأخذ اتصال هاتفي نعم مساء الخير انقطع الاتصال شكرا الآن واضح الصورة الأستاذ محمد كمدرب أجنبي يرفض العمل بوجود تدخلات من إدارة النادي أو بمحاولة زعزعة شخصية المدرب. المدرب الوطني أستاذ عبد الرؤوف يعني احكي لنا شوية يعني أنت باعتبارك عشرت فترة طويلة اللجان المدربين احكي لنا يعني حاولت تنظموا هذا الجانب هذا هذا الإطار هذا الكيان في مجال التدريب ما حاولتوش تنظموه يعني أنا راهو وهل سؤال آخر يعني معلش هل عدد المدربين اللي بين في تزايد من موسم لآخر؟ أم هو يقل يعني؟ والله في الواقع أن البين الواضح أن عدد المدربين قاعد في تزايد باستمرار يعني مستمر بدليل أن الدورات المحلية خاصة الدورات المحلية اللي كان يشرف عليها الأستاذ محمد الخمسي والأستاذ فرحات سالم ومعهم محمد العايد كمحاضرين يعني كانوا يحضروا وجوه جديدة كثيرة وموجودة وتحصل على شهايد يعني كتدريب لكن ايش بنقول لك يعني العمل يعني ما توفر لهمش فيه اللي توفر له عمل وكان ناجح واخدا فرق وفيه اللي قاعد ما حصلش لكن عيبنا احنا عدم مواكبة التدريب انا ناخذ شهادة محلية نبي درجة اولى ولا نبي لا لازم اني نشتغل مساعد اكيد على الاقل مساعد مع مدرب قديم ناخذ فئات صغيره على الاقل لا فئات صغيره بالعكس لا ما تاخذش فئات صغيره على خاطر فئات صغيره هي القاعده انت مدرب مبتدئ تبي مدرب قوي يعني تبي مدرب على درايه وعنده خبره هلبه في التدريب باش تدرب فئات صغرى احنا هذا الشيء نخلي كورتنا طايحه احنا اللي يجي انت رياضي قديم خلاص كملت اللعب تعال خذ الاشبال خذ البراعم لا غلط هذا راهو الاشبال والبراعم خاصه البراعم بالذات لازم تبي ناس
فاهمة موضوع التدريب شن هو. ناس قارية علم التدريب تفهم شن الحاجات اللي تديرها للولد الصغير، شن المهارات اللي بتعطيه، شن الأشياء اللي بتكون بها كلاعب، فضروا لاعب المستقبل. أنا نحبذ أن واحد كيف جديد نعطيه فريق برجولة ما نعطيه فريق براعم أو شبه. نعم. لكن ناسنا مستعجلين، يبوا بسرعة، يبوا نتائج، يبوا هم تقدر تقول معذورين على خاطر لاش إدارات الأندية سمح الله الأغلبية أكثر أندية، أكثر أندية ليبيا مش طرابلس، أكثر أندية ليبيا أنت يجيبوك مدرب أشبال براعم يعطوك 150-200 دينار في الشهر. نعم. يجيبوك مدرب الكبار تاخذ فوق 1000 وفوق 2000، فالناس دار المقياس المادي، تتجه للجانب المادي، تتجه للاتجاه المادي، فهمتوا؟ هذه ناحية. أنا لو صار العكس يعني، أنا كعبد الرؤوف مثلا لو أني يجيني أي نادي يقول لي أخذ البراعم نعطيك الراتب اللي تدرب به الكبار، والله نرضى ونشتغل، وأنا عندي القدرة أني نقدر ندير جيل جديد، جيل صغير ومتعلم على قاعدة أساسية ومتعلم وصول لعب الكرة من أولها. لكن ما تلقاش أستاذ محمد، الآن أغلب المنتخبات العربية لجأت للمدرب الوطني المحلي، خاضوا التجارب مع المدربين الأجانب ولكن كانت تجارب يائسة فلجأت إلى المدرب الوطني. يعني نأخذ على سبيل المثال الآن في مواجهة ساخنة حتكون بين الجزائر ومصر لفوز مدربين وطنيين، الجزائر كانت مدرب أجنبي وفي مصر في السابق في نفس الشيء، لكن الآن يعني هل تعتقد بأن المدرب الوطني في ليبيا قادر أن ينجح، قادر أن يصل مثل ما الآن حاصل في الجزائر وفي مصر؟ أؤكد ذلك وصدقني كما قلت أن خاصة قضية المنتخبات الوطنية، بالذات المنتخبات الوطنية، لأن هناك أوتار يجب العزف عنها، فوتر الوطنية ضروري من العزف عنها. أعتقد أن التحضير البدني لا يكفي، الفني لا يكفي، التكتيكي لا يكفي، أهم عامل هو النفسي. أنا أشخص اللاعب كسيارة، كهيكل، كهرباء، ميكانيك وبنزين، فلا يكفي أن يكون هيكلا جديدا وأنيقا وكهرباء صالحة وميكانيك صالح في عدم وجود الوقود. المدرب الأجنبي من ليس من من ليس لا يستطيع، لا يملك الحس لا الوطني، لا يملك الحس الوطني، لا يملك توصيل المعلومة. إلا تعرف أن اللاعبين العرب بصفة عامة أهم وتر تعزف عنه هو الجانب النفسي. الدنماركيين فازوا بكأس أوروبا في 92 بدور تحضير بدني، لأن يعني دخلوا بدل يوغوسلافيا في 92، ومع ذلك فازوا بكأس أوروبا. فالأوروبيون أجروا دراسات لما فاز المنتخب الدنماركي، الألمان خاصة قالوا ما فائدة التحضير وقد صرفنا الملايين في التحضير. فتسألوا عن كيفية فوز الدنمارك بكأس أوروبا، فوجدوا أن أهم شيء قاموا به داروا 12 حصة تدريبية سموها حصة الإنقاذ، ومع ذلك فازوا بكأس أوروبا. فسألوا فوجدوا أن التحضير النفسي، أوكلوا مهام تحضير لاعبين لأخصائي نفسيين وفازوا بكأس أوروبا، لأن قضية الفريق الوطني قضية حساسة بالدرجة الأولى، تحتاج الشعور وطني وحس وطني. أكيد أكيد، هي يجب غرسها منذ الصغر. وبالتالي فالأستاذ كلامه محق في كونك أنت إعداد اللاعب لا يأتي من فئة الكبار أو الأواسط، لما يوصل مرحلة الأواسط أعتقد أن إذا كان هو صح وصل الصح، ثم هناك مرحلة فراغ بين الأواسط والكبار. أنا أجد لاعبين مواليد 89 الآن جيدين ولكنهم لا يستطيعوا اللعب لا في الكبار ولا، وهذه ترجع أيضا استراتيجية أخرى في قضية التنظيم انتهى الدوري. لما نجد أن دوري ينتهي في تصنيف الفئات تصنيف الفئات إلى غير ذلك، ثم معليش نقول أن دوري ينتهي في 5 شهور 6 شهور 7 شهور عطلة، أعتقد أن ليس بإمكان أي مدرب سواء كان وطني أو أجنبي، ثم ليس من مصلحة المدرب أو الرياضي أنه يلعب 5 أو 6 شهور ويبقى 4 شهور مرتاح. أنا نشوف أن اللاعبين الآن يعني يجب النظر، إعادة النظر في البرمجة بالنسبة كل هذه الظروف تخدم المدرب الوطني في عمله، يعني في أداء عمله بكل تأكيد، لأنه هو يصبح مكلف فعلا. لما أنت تعطي لأستاذ يدرس فصل ويستمر معاه 2-3 سنين أكون متأكد، لكن الآن هل هو تدريب؟ أنا لما نجي ندرب 4 شهور ونروح ويجي بعدي الآخر، على من تحسب النتائج؟ لا تحسب على أحد. طيب خلنا ناخذ اتصالات في معنا. نعم مساء الخير. نعم مساء الخير. مساء الخير سيد رمضان. أهلا وسهلا، معك طلال بقطر. أهلا وسهلا سيد طلال، كيف حالك؟ الله يبارك فيك، مشاركتك إن شاء الله.
نحس البرنامج يعني الان اصبح هو مش ماذا قدم المدرب الاجنبي في تطوير الكره الليبيه. الان اصبح بمقارنات ودخلت في امور ما المدرب الاجنبي اللي قادم، المدرب الاجنبي اللي قدم او ما قدمش، او هل المستقبل كيف يكون المدرب الاجنبي او المدرب الاجنبي في السابق. انا اصلا نتبع الحلقه من بدايتها وجدت يعني حاد على سحوة عنوان البرنامج. فبالتالي ارجو ان يكون التقييم يعني حبذا لو كان التقييم في هذا البرنامج عن السنوات الماضيه ماذا قدم المدرب الاجنبي في تطوير الكره الليبيه. يعني كان هناك تقييم او دراسه موجوده حول ماذا قدم هذا المدرب في تطوير الكره الليبيه، ولكن بالتالي يعني في بدايه البرنامج الاخ المدرب الاخ محمد معك تكلم على منظومه العمل الرياضي في التدريب اللي كان اللي وجود مدرب اجنبي او مدرب وطني في غياب هذه المنظومه لن يطور المدرب الاجنبي التدريب الرياضي في ليبيا في جميع مناشطه، ولا المدرب الوطني في غياب هذه المنظومه يقدر يستطيع انه يطور في منظومه التدريب. فبالتالي احنا دائما نجد انفسنا دائما في نمسك في قمه الهرم وننسى قاعده الهرم. قاعده الهرم ماذا قدم المدرب، بس ماذا قدمت حتى ماذا قدم المدرب وماذا قدمت الانديه؟ طيب. وما هي البنيه التحتيه للانديه اللي تستطيع ان المدرب الاجنبي او المدرب المحلي ان يطور كره القدم او اي لعبه كانت. طيب احنا نتمنى يا دكتور نعم دكتور طلال، نتمنى باعتبارك متخصص في الجانب الاكاديمي انك تعمل دراسه على المدرب الاجنبي وتطوير الكره الليبيه وايضا مش في كره القدم بس حتى في الالعاب الاخرى ان شاء الله. شكرا لك دكتور. اعطينا معطيات الدراسه اللي عملتها على اللاعبين الليبيين. اهم يعني النتائج وصلت لها. ما توصلت اليه من خلال الدراسه كما قلت من الشمال الى الجنوب الى الجبل الى المناطق الشاطئية في الخمس وفي مصراتة وفي سرت. نسيت أني دربت خليج سرت. توصلت إلى قناعة أن الموهبة موجودة في كل أنحاء كل الليبيا. المدربين الأجانب يقولوا الموهبة الليبية ما شاء الله عليها وروعة، ولكن أين النتائج؟ النتائج تأتي بصقل الموهبة منذ الصغر واحدة. ثانيا باستمرارية في العمل، بضمان الاستمرارية في العمل، ضمانية استقرار الإدارة ثم استقرار الإطار الفني ثم الاختيار نتاع نوعية المدربين للفئات الشبانية، لأن من يدرب من عمره 14 سنة ليس نفسه من يدرب من عمره 17 أو 21 سنة. هناك فروق فردية موجودة، حتى التقسيم اللي دايرينه في الفئات ليس من فراغ، لأن داخل فيه علم التشريح، داخل فيه علم النفس، داخل فيه كذا. فبالتالي يجب أن يكون هناك اختصاص في تخصيص من يتماشى مع فئة عمرية معينة. ثانيا المنافسة في الفئات الشبانية، أين المنافسة؟ عندما يتنافس لاعب منذ الصغر إلى أن يصل سن الأواسط لا تجد في رصيده أكثر من 20-30 مقابل على الأكثر. إذا لما نشوفوا لاعبين عالمي ليوصلوا للمستوى العالي هو لما يوصل 17 سنة تلقى في رصيده مش أقل من 100 مباراة. إذا اللاعب الليبي موهوب، اللاعب الليبي يستطيع أن يستوعب عندما يجد من يوصل المعلومة. ليست الشخصية هي وضع الحاجز النفسي بينك وبين اللاعب، بل الشخصية القوية هي في الإقناع. ولدك الآن إذا لم تقنع سوف لن يدرس أو لن يتقبل آرائك، فالقضية قضية إقناع. ولذلك حينما يكون هناك لاعبون فإن إذا أنت لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. إذا أنت ما كنتش نموذج حي للاعب سواء في نموذج في التطبيق في الميدان، صدقني اللاعب الليبي بحاجة إلى مدرب يطبق كنموذج، يجيد النموذج من أجل الإقناع، من أجل قتل الغرور حتى عند اللاعب. لما لاعب يسجل مخالفة مباشرة ومدرب ما يقدرش يدير نموذج، أو يحس اللاعب أنه دائما أحسن وأقوى. ولذلك حينما يتحدثون عن شخصية المدرب هنا يعني يجب أن المدرب بكل صراحة ينزل إلى الواقع، هو غريق، اللاعب غريق. يجب أن تصور لاعب كغريق، فلا تبقى في الأعلى وتطلب منه أن يصعد. بالعكس يجب أن تنزل وتغوص في أعماقه، لا أن تستعمل القبعة والشورت والنظارات أنا نجري مع اللاعبين نفوتهم في الجري لحد الآن 54 سنة نخلق نوع من التنافس بيني وبينهم. لما ندير نموذج فني هو يقعد مبهور وبالتالي ما عادش يتعالى علي أو يتكابر. نحاول قدر الإمكان. هذا الكلام سليم؟
والله وجهة نظر الأستاذ ممكن تكون سليمة، لكن الواقع أن المدرب يعني للفئات الصغرى ممكن يكون مدرب يعرف يدير النموذج، وإذا ما يعرفهش يقدر يستنجد بلاعب يكون من اللي هو كان عنده مهارات ويديرها معه مساعد وهو اللي يدير النموذج. لكن للكبار ما أعتقدش أنه ما زال في حاجة أنك تدير النموذج. الكبير يقول له طبق، دير هيك، خذ من هنا، أرفع من هنا، تمرر هنا، يعني تشرح له اللوحة وهو عليه اللي يطبق، على خاطر وصل لمرحلة اللي هو قادر على التطبيق النموذج، ما عادش بتوريه. هو إذا ما يعرفش يدير استقبال الكرة، ما يعرفش يستقبلها ولا ما يعرفش يمررها، فهو مش موجود عندك في الفريق الأول. دعني أعقب أستاذي. للأسف أنت قبيل حرجتني بسؤال، قلت لي لما تجي تقول اللاعب أنا لاعبين كبار صدقني أو فريق. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله فارغ وعلى بعد أمطار معينة، حدد زاوية معينة، قياس الدقة في القذف مثلا، توقف حارس مرمى، وهذه تمرينات نمو يوميا نديرها، توقف حارس في القائم اليمين وتحدد القائم اليسار، أقسم بالله لا تمشي دائما القائم الاخر. اذا موهوبين الاستاذ اللي تحكي عليه، هذه المواهب الموهوبين اللي تحكي عليهم كويس، هذه نعطيك في نماذج شفتها. وبالتالي فانت عن وهزز نفوس الجامدين فربما حي الخشب، فبحركة المدرب بتطبيقه كذا ربما تعطي دافع للاعب أنه يتحرك. ولذلك قلت لك صعب أنك أنت تدرب إذا كان أنت ما قدرتش تدير دراسة نفسية للاعب وتغوص في أعماقه وتعرف قدراته الفنية وما تحطموش من أجل رفع المستوى، وفي نفس الوقت لما تلقى موهبة تلقاها بسرعة يتعالى، فلا بد أنك أيضا تعلم التواضع من الغرور. الوقاية خير من العلاج. تخليه يحس بلقطة معينة، تخليه يحس أنه هو مازال يتعلم، ولمن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء. فقصدي العمل يجب أن يكون ليس في الحصة التدريبية فقط، المدرب
مع القدوة في الملعب وخارج الملعب. خارج الملعب يجب أن تبذل مجهودا زائدا خارج أوقات التدريب، يجب أن تحتك باللاعبين وتديرهم كأبناء من أجل البوح بأسرارهم قدراتهم كذا، في ظل المعطيات الموجودة. الطبيب موش موجود، المدلك موش موجود، المعد البدني موش موجود، إذا تضطر أنك أنت تكون طبيب نفسي وطبيب عضوي، وأيضا تكون لأنك أنت تبحث عنه. هذا ما يجعلني شخصيا أحيانا أفكر في أنني لا أدرب، بل أبقى من أجل الحفاظ على اسم على الاسم الذي اكتسبته شخصيا. سيد عبد الرؤوف، الآن خشبينا في معادلة أخرى سيد محمد، معادلة عدم وجود المساعد أو المعد البدني، عدم وجود المعد النفسي، وعدم وجود حتى الكادر الإداري اللي يساعد المدرب الوطني لأداء واجبه. لكن بينما لما يكون في مدرب أجنبي تجد الكادر المساعد وتجد الإداري المساعد وتجد كل الظروف متوفرة. الحمد لله هذه أنت قلتها أنت. الحمد لله أنك أنت قلتها، قلت تلقى المدرب الأجنبي معه الطبيب ومعه الكادر التام، وهذا من اللي يوفر فيه؟ يوفر فيه الإدارة نظرا لشروط المدرب. لماذا يقبل المدرب الوطني بعدم وجود هذه الاساسيات في عقده؟ هذه حاجه غايبه على هالبناس. انت مدرب وطني يا استاذ عبد الرؤوف، غايبه على هالبناس. انا ولد البلاد لازم نخدم، انا لازم نخدم النادي اللي ما عندهش جهد، اللي ما عندهش امكانيه، انا اللي بنقيمه، انا اللي بنساعد، انا ما يعطينيش راتب نرضى نقعد. خلي يقولوا عبد الرؤوف ما عنده شخصيه، انا بنقيم النادي هذا منطقتي وبلادي وشارعي وناسي، لازم نخدمهم لازم نقيمهم. ما هو انتم تساعدوا في الانديه؟ نساعده معلش يا استاذ مستعد، ما زلت نزيد نساعد. خليني نوضح لك سؤالي. انت بالطريقه هذه تساعد في الانديه ان هي تتكل على المدرب الوطني، ما عادش تجيب الكوادر المساعده ليه؟ خلاص اصبح انا اللحظه اصبح انا لما ما عنديش مدرب اجنبي بكامل الكادر متاع نلجا المدرب الوطني هو كل شيء. لا شوف استاذ، يعني خليتوا انتم اداره الانديه تلجاكم. لا لا استاذ رمضان، لا انا نحكي لك، انا تو لما قلت لك انا نخدم الأندية وبشعور وطني نخدمه كواجب وطني. نعم كواجب وطني ورأفة بهم هم، عن خطر إمكانياتهم مرات مش متوفرة، لكن لما نشعر بأنك أنت كنادي أصبحت تتكل على هذه، عندك الإمكانيات وعندك باش توفر، وما تبيش توفر نتخلى عليك، وإلا توفر لي. نعم حمد، أنا نساعدك نقعد معك نخدم لك بالبلاش ندير لك كل شيء، لكن متى توفرت الإمكانيات المادية على اساس انك انت توفر لي الطبيب وتوفر لي الاحذيه وتوفر لي الملابس وتوفر لي الملعب وتوفر لي كذا، وتقعد انت غير شاد الفلوس داسهم وتقول لي ما عنديش، انا نسيبك ونمشي. طيب الاستقرار، لو نتكلم على الاستقرار، لماذا المدرب الوطني لا يستقر في الانديه؟ لا يستقر، بالعكس تو زينا نيتا، وانا بديت عم نول في مرحله الذهاب مع الاتحاد العام. الامن العام. ايه مع الامن العام، فريق هو تغير الاسم تقريبا، ولا الامن العام فريق الامن العام مع الاتحاد الامن العام. واستمريت معه السنة هذه، وإن شاء الله ربي يوفقني ونصعد. بلك ما عندوش إمكانيات يجيبوا أجنبي. كيف؟ بلك ما عندوش إمكانيات يجيبوا أجنبي. لا لا، أحسن إمكانيات من العام، من أحسن الإمكانيات الموجودة في ليبيا. نعم. عندهم إدارة واعية وإدارة حكيمة متكونة. هم ناس رياضيين أصلاً. ناس رياضيين ومتكونة من عدة أعضاء، يعني أول مرة نشبح إدارة في اجتماعهم الأسبوعي يتواجدوا بال 14 15 عضو موجودين كلهم، كل واحد انضباطية موجودة، يعني انضباطية موجودة، كل شيء موجود، كلمتك تتوفر، اشتغل تلقى مقابل عملك، ما تشتغلش تلقى الخصم، سواء كان على اللاعب ولا على المدرب ولا على الإداري ولا. طيب على هل تعتقد أيوة. هل تعتقد انك انت حتحقق شيء مع الامن العام بوجود الإدارة المنظمة؟ بعون الله حنجيبهم للدرجة الأولى ان شاء الله بإذن الله. كلمة أخيرة أستاذ محمد، ما زلنا دقيقتين ونختم، كلمة أخيرة. أولا كلمة لنادي المستقبل ولأهالي الجميل، الرئيس بكل صراحة يبذل في مجهودات كبيرة جدا، ولكن هي قطرة من ماء حلو في بحر، فما على السلطات المحلية إلا السعي أولا لتتمة الملعب، لأن فريق بدون ملعب ما أعتقدش أنه يقدر. كلمتي هي تحية شكر وتقدير لهذه القناة، هي منبر من لا منبر، أتاحت لنا الفرصة على الأقل للتعبير عما يختلج في نفوسنا. بارك الله فيك. وما قدمناه وما سنقدمه لهذه الأرض الطيبة وهذا الشعب الكريم، نتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع، نتمنى أن نساهم في بناء صرح الرياضة الليبية. إن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا، من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. يعني معلش سؤال وباختصار جاوبني، يعني أنت
راضي على وجود المدرب الأجنبي بالوضعية اللي فيها الآن الكرة الليبية؟ أو أن يفترض أن احنا نلجأ للمدرب الوطني مدرب المحلي، يعني في وجود الظروف المتساوية يعني لكل سواء المدرب الأجنبي وعلى المدرب الوطني؟ صدقني حتى لا أكون ظالما لا أستطيع إبداء الرأي، لأني من مدة بعيد عن الكرة الليبية. نعم. وقضية الفروق الفردية كيف ما هي موجودة عند اللاعبين موجودة عند المدربين، وبالتالي نعم. في التقييم الجماعي يعتبر نوع فيه نوع من الظلم. من الظلم. نعم. أنا لا أقول أن كل المدربين الليبيين يمكن أن يكونوا في المستوى المطلوب، ولا أقول أن اللاعبين أو المدربين الأجانب كذلك. أنا أقول فقط أن ما فيه الخير والمصلحة للكرة الليبية هو ما نبحث عنه، وركز فقط على المنتخبات الوطنية. أتمنى أن نرى المنتخبات الوطنية الليبية في أعلى المستويات، لأن الموهبة موجودة. أتمنى مرة أخرى نجاح لكل الزملاء. استسمح أخي، عندك باقتين ورد، خلينا نشوفهم. الله يبارك. شكون هذا جايبهم؟ بسم الله. هذه باقة ورد من نادي المستقبل، عفوا، للأخ قائد الثورة. بارك الله فيك. وهذه باقة ورد للبرنامج. بارك الله فيك، نشكرك. شكرا لك. الله يبارك فيك. هناك شهادة تقدير للبرنامج وشهادة تقدير لك. شكرا. إذن باقة ورد مقدمة لأخ قائد الثورة من نادي المستقبل، وأيضا باقة ورد مقدمة إلى أسرة قناة ليبيا الرياضية وبرنامج قضايا وآراء. وهذه شهادة تقدير، إحداهما للقناة وإحداهما لك شخصيا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. خلاص وصلت، مش لازم. أي أخوي، وصلت. شكرا لك. الله يبارك فيك. شكرا لك. طب اسمك أنت طول الأستاذ رمضان. هذه شهادة تقدير لمقدم البرنامج قناة ليبيا الرياضية، وهذه شهادة أخرى لقناة ليبيا الرياضية. شكرا لك. الله يبارك فيك. أستاذ عبد الرؤوف، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة أستاذ رمضان، بعد يعني أقدم لك الشكر على استضافتك لنا وفتحت لنا المجال، كيف زي ما قال الأستاذ أن قدرنا نعبروا على رأينا في النهاية. لكن نبي أن نقول كلمة للدكتور محمد بالذات. يا دكتور، أنت مسؤول على الرياضة في الجماهيرية. نعم. مسؤول على جميع الألعاب الرياضية. نعم. مسؤول على جميع القطاعات الرياضية. نعتز بك وإحنا مسرورين منك جدا، لكن نظرة بسيطة للمدربين ونضمن هالكادر هذا، خلينا نشتغلوا بأريحية عمارو إن شاء الله. إذا نشكر ضيفي وأشكر كل من كان معنا في هذه الحلقة، وأشكر أيضا زميلي المعد رمزي المحجوب، وكذلك تقبلوا تحيات زميلي المخرج نادر دبنون وكل الفريق العامل. حتى نلتقي في الأسبوع القادم، لكم كل التحايا، إلى اللقاء. شكرا. شكرا لك.